في المراحل الأخيرة من خطبة الغدير ومن أجل إحكام البيعة، دعا النبي صلى الله عليه وآله جميع المسلمين إلى مبايعة الإمام علي عليه السلام والشهادة له بألسنتهم قبل أيديهم، فقال رسول الله: معاشر الناس، إنكم أكثر من أن تصافقوني بكف واحد في وقت واحد، وقد أمرني الله عز وجل أن آخذ من ألسنتكم الإقرار بما عقدت لعلي أمير المؤمنين ولمن جاء بعده من الأئمة مني ومنه. ولأن البيعة لم تكن ترتبط بذلك الزمان فحسب، بل هي بيعة اعتقادية تستمر مدى الدهور والأجيال، لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وآله نص عبارة البيعة وأمر المسلمين أن يرددوها بألسنتهم، فقال: قولوا بأجمعكم إنا سامعون مطيعون راضون منقادون لما بلغت عن ربنا وربك في أمر إمامنا علي أمير المؤمنين ومن ولد من الأئمة، ونبايعك في ذلك بقلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وأيدينا. ثم أضاف النبي صلى الله عليه وآله: على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث، ولا نغير ولا نبدل ولا نشل ولا نجحد ولا نرتاب ولا نرجع عن العهد ولا ننقض الميثاق. وعظتنا بوعظ الله في علي أمير المؤمنين والأئمة الذين ذكرت من ذريتك من ولده بعده الحسن والحسين ومن نصبه الله بعدهما، فالعهد والميثاق لهم مأخوذ منا من قلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وضمائرنا، من أدركها بيده وإلا فقد أقر بلسانه، ولا ينبغي بذلك بدلا، ولا يرى الله من أنفسنا حولا. نحن نؤدي ذلك عنك الداني والقاصي من أولادنا وأهالينا، ونشهد الله بذلك، وكفى بالله شهيدا وأنت علينا شهيد. وهذا النص الذي أطلقه النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أراده لهم لتكون العبارات والمضامين واحدة وواضحة ومحددة بالشكل والمفهوم، لكي لا يستعمل البعض نصوصا مختلفة وحسب أذواقهم. وراح المسلمون يكررون نفس عبارات النبي، فبايعوا عليا إماما للمسلمين وخليفة لرسول الله. ثم طلب النبي من الحاضرين أن يشكروا الله على نعمة الولاية التي حلت بهم باختيار الله
لا باختيار القاصرين في عقولهم، فألزم الناس بذلك، وختم النبي خطبته بالقول: اللهم اغفر للمؤمنين بما أديت وأمرت، واغضب على الجاحدين الكافرين، والحمد لله رب العالمين.